بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حضورنا الكريم، أهلا وسهلا بكم، ويشرفنا في هذه الليلة من ديوان الدكتور عبيد الوسمي أن نجدد معكم اللقاء والحلقات النقاشية حول الحوار الوطني. وضيوفنا في هذه الليلة الكاتب الصحفي إبراهيم المليفي، وكذلك ضيفنا الكريم الأخ فهيد الهيلم الناطق الرسمي باسم الحركة السلفية. وبداية نبدأ مع أخونا إبراهيم المليفي. مساكم الله بالخير جميعا. في البداية بدون شك لابد من تقديم الشكر لأخونا العزيز الدكتور عبيد الوسمي على هذه الدعوة الكريمة ولإتاحته الفرصة لنا للالتقاء بهذا يعني بهذه النخبة من أبناء البلد، أبناء الكويت، من أجل التواصل معهم والحديث حول آخر المستجدات، ويمكن أسميها تفكيك مفهوم الحوار اللي يبدو أصبح الحديث عنه في هذه المرحلة هو خطأ. وأنا مستغرب كيف أن مثل هذه الفضيلة، فضيلة الاختلاف، يتم الاختلاف معها. حقيقة الأفكار والوقت ما يمكن أنهما يكفون للحديث حول هذا الموضوع، فبقدر الإمكان الواحد يختصر ووصل مجموعة من الأفكار، لأن أنا أفترض أن الكثير من المهتمين بالشأن العام وأنتم منهم بدليل حضوركم واهتمامكم أنتم متابعين لهذه الأحداث. النقطة اللي شاغلة بالي بالفترة الأخيرة هي فكرة تواجد الشباب واهتمامهم بالعمل السياسي بشكل غير مسبوق في الكويت. هذه أول مرة تحصل بتاريخ الكويت بأن هذا العدد الكبير من الناس يهتمون بالشأن العام بهذه المرحلة. تقريبا كل 10 سنوات في مجموعة جديدة من الشباب قاعدين يدخلون في العمل السياسي. هذول الناس ما شافوا اللي احنا شفناه ولا عايشوا اللي احنا عايشناه، فتكون الصورة عندهم ضبابية غير واضحة. كيف نوصل لهم المعلومة؟ عن طريق كل الوسائل المتاحة، وأيضا عن طريق الجهد اللي يفترض ان احنا نبذله معاهم وهم أيضا يبذلونه. لكن إذا الشباب بالطريقة اللي عايشنا مجموعة منهم بالفترة الأخيرة في كثير من ارتكاب الأخطاء اللي تمت بحسن نية، جهل بالقانون وجهل في طريقة التعاطي مع الشأن السياسي، لكن كثير منهم عناصر واعدة، عناصر جيدة، عناصر بالفعل تبشر بالخير بأن الكويت بخير، وهذا الشيء الواحد يخليه يطمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. بخير. الشباب أيها الأخوة، هناك نقطة يجب أن تكون واضحة، وهي أن ما يحصل في الكويت ليس مجتزئا، لا يحدث بمعزل عما حدث منذ أن وضع الدستور. هذه كلها حلقات متصلة، هذه الصورة لازم توصل بشكل واضح للشباب. إذا ما وصلت هم راح يعتقدون أن احنا قاعدين نبالغ وأن احنا قاعدين نستغلهم وأن احنا نسعى من أجل أن احنا فقط نكسبهم حولنا. الشباب أيضا لازم يتعلمون نقطة جدا في غاية الأهمية، وهي أن القضايا هي من تجمع،
وليس الأشخاص. إذا عليكم السلام. إذا كل مجموعة تعتقد بأن تحركها فقط من أجل شخص أو أشخاص، إذن النفس في أي قضية راح ينتهي بأسرع مما نتوقع. نقطة ثانية، وهذا هو بالضبط اللي احنا قاعدين نعيشه، اللي لازم يوصل بشكل واضح. الكثير من المطالب الإصلاحية في الكويت خذت وقت طويل لحد ما تحققت. إذا بنتكلم عن وضع الدستور، شوفوا التاريخ اللي قبله، ترى فترة طويلة طويلة من المحاولات والنضال إلى أن تحقق. النقطة الثانية، مطلب فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء، تابعوا وقروا وشوفوا متى تم المطالبة فيه، على الأقل من بعد التحرير إلى أن تحقق لأول مرة في 2003، واللي احنا الآن أصبح لنا 10 سنوات تكلم منه. الناس اللي كانت تتكلم عنه في ذلك الوقت تم تخوينهم وتم اتهامهم بالكثير من الاتهامات. إذن اليوم لما نسمع عن المطالب إصلاح السياسي اللي قاعدين يطرحونها الكثيرين من تجمعات سياسية وأفراد ونواب سابقين وغيرهم، قاعدين نستكثر عليهم وقاعدين يتهمون بنفس الاتهامات اللي كان السابقين يتهمونهم. إذا معناتها خلال فترة زمنية قليلة كل المطالب اللي تعتقدون أنها ما راح تتحقق أو أنها صعبة، تأكدوا أن إذا في ناس وراها راح تتحقق، وخصوصاً أن كل النتائج اللي تتعلق بسوء الإدارة قاعد توصل لنفس النتيجة. سوء الإدارة راح يخلي الناس تقتنع بأن التغيير والإصلاح السياسي في الكويت الشامل، تأكدوا أنه هو القادم. الحوار اللي عند الدكتور عبيد الوسمي، الحوار اللي عند أخونا صالح الملة، الحوار في أماكن أخرى تحاول أن تناقش الوضع السياسي اللي احنا قاعد نعيشه في الكويت، كأن الموضوع خطأ، وهو ليس بخطأ. مثل هذه الجلسة أنا أعتقد أن العبء الكبير هو في التوضيح. لما نقال حوار كان لازم ينقال وياها بأنه ليس حوار مع السلطة. ليش؟ هذا راح أتطرق له بعد شوية. الحوار مهم بين الأطراف اللي موجودة في قوة المقاطعة، قوة المقاطعة، وهذا هو الوصف اللي أنا أستخدمه، قوة المقاطعة. كان في اختبار للثقة وتحقق، الكل أجمع على المقاطعة بكل الفئات. إذن الخطوة اللي بعدها، الآن كلنا ننتظر حكم المحكمة الدستورية، ماذا سوف نفعل في أي حالة من الحالات؟ لا أحد يعتقد في سقف المطالب اللي قاعد ينطرح الآن على الساحة بأن العودة للخمسة بأربعة هي الحل. هناك من يطرح بأنه لا تعاون ولا رغبة في التعاون مع رئيس الوزراء الحالي، وهذه قد تكون معضلة. هناك من يطرح بأن رئيس الحكومة الحالي هو آخر رئيس وزراء من الأسرة الحاكمة. إذا حتى إذا خمسة بأربعة يمكن ندخل إحنا في مشكلة أخرى. إذا شلون نحلها؟ كيف نتجاوزها؟ كيف نتفق عليها؟ نتفق عليها بالحوار. بالحوار على الأقل، على الأقل بين الأطراف المعنية بهذا الأمر. لماذا قلت بأن الحوار مع السلطة في الوقت الحالي غير مجدي، أو أنه يجب أن يكون واضح من البداية بأن الحوار مو مع السلطة؟ السلطة أغلقت أبوابها، وانتهى الأمر، ولا يوجد غير باب واحد مفتوح، باب الاسترحام وباب الصفح وباب الغفران. هذا الأمر ما أعتقد أنه راح يحصل. اللي يعتقد أنه هو أخطأ ويبي يعتذر خلي يعتذر، لكن اللي مشى بهالطريق ما أعتقد أنه في مجال أن احنا نرجع لورا، ما عاد في مجال أن احنا نرجع، راح نكمل الطريق للآخر.
ولا أعتقد أن موضوع الآن أروح أعتذر هذا أمر مطروح، هذا الأمر لن يحدث. ما أتكلم عن نفسي، لكن على الأقل معظم الأطراف في قوى المقاطعة هذا موقفها. لذلك الحوار كيف يكون بين طرفين؟ الحوار يكون بين طرفين، لكن من الخطأ والمخاطرة اليوم إنه يصير في حوار بين قوى المقاطعة وبين الحكومة. ليش؟ لأن الحكومة طرف واحد، وقوى المقاطعة مع الأسف اليوم أكثر من طرف، وأكثر من مطلب، وأكثر من رؤية، وبازدياد، مع أن كان الهدف واضح والمطلب واضح، هو العودة العمل بالنظام الانتخابي السابق. وهذا الأمر كان عنوان كبير كلنا اتفقنا عليه واجتمعنا عليه. الوقت الآن أصبح قصير بيننا وبين المحكمة الدستورية، لابد ما ينبذل مجهود أكبر في جلب أطراف من المعارضة. في أطراف موجودة من قوى المقاطعة الآن مبتعدة، يجب أن يتم العمل على جلبها، على التفاهم معها. وأعتقد أن في نجاح كبير تحقق بالفترة الأخيرة في الأماكن اللي حصل فيها حوار، من ضمنها هذا المكان. وجود بعض الأسماء اللي ابتعدت وعودتها مرة أخرى، هذا أعتقد نجاح كبير، لأن لا في حراك بدون كل مكونات المجتمع الكويتي. آخر نقطتين ودي أتكلم عنهم في هذا الموضوع. كل شيء جربناه إلا الحوار، شو اللي يمنع إن الأطراف اللي اليوم متفقة على أكثر من قضية، وهي اللي الآن اللي هي تسمى قوى المعارضة واللي أنا أسميها قوى المقاطعة، ما جربت الحوار فيما بينها؟ في حالتين، في قوتين قاعد تتضارب. قوة الأولى قاعد تقول خلنا نقعد ننسق ونقرأ نشوف شنو بنسوي المرحلة القادمة، وفي أطراف قاعدة تقول هذا هو الحل وامشوا فيه مثل ما احنا نقرر ومثل ما احنا نحدد. هذا الأمر خلق حالة من الإنهاك، وهناك الكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع. أنا عندي وصف، أجلت كثير هذا المقال ما كتبته لحد الآن، لكن ممكن أقوله كلمة واحدة وتختصر كثير من المشاكل اللي قاعدة تصير الآن، وهو الشريك الخوان. كيف نحن نتشارك في قضية وكلنا متفقين عليها وكل طرف قاعد يخون الثاني؟ وين الخصم اللي راح نواجهه بالحالة هذه؟ شلون نقعد نتفاهم وشلون نقدر نعرض مطالبنا وكل طرف من الأطراف قاعد يخون بالثاني؟ هذا العمل لا يمكن أن يستمر، ونتيجته بوادرها الآن اللي قاعد تحصل على الساحة، وشيء محزن وشيء ما يمكن نقبل فيه، لكن هذا اللي حصل. إذا بنظل نختلف بيناتنا بهالطريقة ونكسر في بعض بهالطريقة، ما راح يستمر الأمر. كلمة لازم تنقال، حراك ناقص المكونات حراك ما يعمر، حراك من غير أبناء الشعب الكويتي كلهم كل أطيافهم ما يعمر، حراك من غير مرأة ما يعمر، حراك من غير شيعة ما يعمر، حراك من غير أبناء ما يسمى بالمناطق الخارجية والمناطق الداخلية ما يعمر. كل الكل قاعد يستشهد بتجربة من أنجح الأفكار اللي طبقت وإن كانت فشلت سياسياً، وهي دواوين الاثنين. ليش؟ هل العدد اللي كان موجود قبل نفس العدد اليوم؟ إطلاقاً، بالعكس كان العدد أقل، لكن التفاعل بين المكونات اللي كانت موجودة كان هو الأكبر، وهو كان هو اللي لافت للنظر، وهذا هو اللي عور السلطة وخلاها تجنح صوب المجلس الوطني. لا وقت للتراجع ولا وقت للاختلاف فيما بيننا.
بلدكم في خطر، ودستوركم في خطر، وكرامتكم في خطر. شكرا لكم، وأتمنى ما أكون أطلت عليكم. نجعل شوية السؤال أكثر سياسيا وأكثر منهجيا. مع قرب موعد المحكمة الدستورية، جميع أطياف المجتمع الكويتي أو جميع الشعب الكويتي عنده رؤية ضبابية ما بعد الحكم. هل ما بعد الحكم إرجاء الأصوات؟ هل ما بعد الحكم استمرار المجلس الحالي؟ ما بعد الحكم رؤية ضبابية موجودة أمام الشعب؟ يعني هذا السؤال شوي اللي لامس الجرح. أنا يعني أشكر على السؤال هذا، مو مرة واحدة بالدلل. ليش؟ وعلى فكرة هذه كانت تقصير القوى السياسية. لا عفو عفو، خليني أقول لك إياها بشكل عام، وأنت راح أعطيك الجواب من ضمن الإجابة هذه، لأن هذا الموضوع في غاية الأهمية. إحنا لأن مو منظمين سياسيين ونفسنا بسيط ونعطي نفس التواريخ، العملية السياسية مستمرة. اللي حاط بباله كرسي بيسترجعه، هذا بالنسبة لنا نهاية العالم. لكن المنخرط في العمل السياسي اللي عنده رغبة إنه يستمر، اللي عنده حماس إنه يستمر في العملية السياسية في الإصلاح السياسي، لازم يكون واضح. هذا بشكل عام راح يجي على سؤالك. هذا بشكل عام ترى مو نهاية المطاف، ولا حد يعتقد ان هذا الوضع راح يتكرس اذا في ناس راح تعترض عليه، لان هذا الوضع انا وصفته في اخر ندوه كلام فيها، قلت ان هذه حمى مؤقته علينا نحن نجتهد كيف نتعامل معها عشان نتجاوزها. هذه حمى مؤقته، الكويت ما تمشي بالطريقه هذه. خلي يكون واضح، الكويت ما تمشي بالطريقه هذه. ما في احد يقسمنا فريقين، هذا اللي معاي هذا اللي مو معاي. الكويت ما تمشي بالطريقه، الكويت تمشي بالتوازن، تمشي بالتوازن. سؤالك انت اسال وجاوب على نفسك من خلال ما هو مطروح. هذا هو بالتفصيل. المحكمه الدستوريه يا الف يا باء. الف جعلت لك 5 ب 4. انا اقول لك اذا كان المطروح في الوقت الحالي من بعض قوى المقاطعه هو فقط شعارات، عرف ان الموضوع انتهى، ادخل في الانتخابات خلاص ننسى. طبعا ننسى الاصلاح السياسي، لان الاصلاح السياسي عمره ما تمت معالجه داخل مجلس الامه بشكل سليم بشكل صحيح، طرح كشعارات. لكن جزء من مشاكلك حلتها المحكمه الدستوريه، واولها قانون التجمعات. عدل ولا لا؟ هذا الواقع. الناس بعد ما تنجح ما عندها استعداد انها ترجع مره ثانيه حق كلام الدواوين وكلام الحوار وكلام الكلام اللي هو الناس بعد ما تحاسب. التجمعات السياسيه يعذروني بين قوسين يتعرضون للجلد. ليش؟ لان التجمعات السياسيه مؤسسه ثابته لها عنوان لها ناسها موجودين الحين وقبل 10 سنوات وبعد 10 سنوات وبعد 20 سنة. التيارات السياسية والفكرية موجودة لها عنوان. هذه تتحمل عبء أكثر من الأشخاص الأفراد العاديين اللي يدخل في العمل السياسي ويطلع ويختفي وما ندري وين يروح. هذا أي جمعية عمومية تحاسبه فيها؟ ما تحاسبه فيها. يقول لك أنا بس على الإصلاح السياسي، يدخل المجلس يقعد له دورة دورتين ويطلع، ما حد يقدر يحاسبه. بس تجمعات سياسية العبء الأكبر عليها الواقع اللي احنا قاعدين نعيشه بالكويت. ترى تجمعات سياسية ردة ورا لازم تعرفه، وهي مو لأنها الأفضل، لأنها أكثر تنظيم. بس هذه الأفكار تنحط في مكان واضح وتروجها للناس، والناس تختار يعجبني هالتجمع يعجبني هالفكر، أو والله أنا نسق ما بيناتهم. جت لك المحكمة الدستورية وقالت لك باء، اللي هو الشيء اللي احنا ما نبي معترضين عليه، وهو موضوع. انا اقول لك في اشياء تقال واشياء ما تقال، لكن انا اقول لك اياها، ترى في ناس وايد راح تشارك في الانتخابات ولا تصدم. زين عارضين؟
من المعارضين معه، ولا تصدم في هذا الموضوع لما يحصل، ولا تعتقد ان انا قاعد استثني احد. الكل مو الكل راح يشارك، لكن ما استثني احد. ليش؟ اللي حط على نفسه قيد مثل الدكتور عبيد طيح بالك ما راح يشارك لانه قاعد والرجال تمسكه من لسانه، صح ولا لا؟ انتهى الموضوع. مو كله بيجي. يعني انا افترض دائما حسن النية. انا طبيعي افترض دائما حسن النية، لان اذا بكتب بسوء النية راح اخش شكل نفسي. عرفت شلون؟ لكن احنا نقول في العمل السياسي، ليش اقول لك حسن النية بس؟ حتى في العمل السياسي. يا اخي انا تكلمت عن الموضوع هذا اكثر من مرة. تخيل البرتقالي والازرق موجودين بملعب كرة قدم. وانت قاعد بالمدرج. ترى المشهد مضحك. البرتقالي طق بعض، لما انت فريق واحد هجموا لا طق بناتهم قاعد يدورون على بعض، والفريق الازرق قاعد مرتاح. اعطوهم فرصه. الدكتور قال لك بنسلمكم مفاتيح الكويت ونقول لكم تعالوا اشتغلوا. ما حد راضي يعطيهم فرصه. في تجمع ساحه الاراده طلبت من الاخوان اللي تكلمت مشهورين اللي دعوني، قلت لهم حاولوا تلتزمون في الفتره القادمه. النواب الساقين فترة غير طويلة، فترة قصيرة، خلوا الناس اللي لهم وجهة نظر في الصف الواحد خلوا يشوفون نتائج اختياراتهم، لأن هذيلا جزء منهم يقدر ويحترم رأيه، ومو كلهم بالطريقة اللي ممكن نتصورها. معارضة المعارضة هذه طول عمرها موجودة في الكويت، من وضع الدستور إلى اليوم راح تستمر، معارضة المعارضة راح تظل تعارضك وتحاربك لآخر درجة. بس في ناس ترى مقتنعين ان هذا مجلس الفرصه الاخيره وان هذا مجلس التنميه، في ناس مقتنعه، لكنها ناس من اهلنا ومن قرايبنا ونحترمهم ونقدرهم. هذيل الناس ما اخذوا فرصه انهم يشوفون اختياراتهم. انقلبت العمليه بالعكس، مثل ما قال اخوي الحين شنو قال؟ قال قبل احنا الفعل السلطه هي رد الفعل، الحين شو اللي صار؟ قبل كنا احنا مرتاحين الحكومه تغلط واحنا نستفيد، الى ان جاءت قضيه التحويلات والايداعات المليونيه انفجرت، انتهى الوضع السياسي بالكامل. من قال ان اقليه 2009 ما كانت ترتكب اخطاء؟ كانت ترتكب اخطاء، لكن اخطاء الحكومه اكبر منها. اليوم احنا مو قاعدين نعطي فرصه حق الفريق الموجود الان يتولي شؤون مجلس الامه وغيره ان المعادله السياسيه تختلف، النفس الطويل مطلوب في العمل السياسي. اذا كنت مواطن مهتم غير لما تكون مواطن ملتزم بالعمل السياسي، يعني انك تكون على الاقل بالحد الادنى مو شرط عضو في حزب بس متابع للشان السياسي، عندك اهتمام، تروج الفكره، عندك ثقافه شويه، تحشد، تقدر توصل افكارك حق الناس. اليوم التكنولوجيا وايد ساعدت امور كثيره، اختصرت كثير من الوقت. لكن اذا تتاثر وبعدين تروح تسافر وترجع مره ثانيه، بعدين فجاه العمل السياسي بالنسبه لك شيء خيالي او تقضي وقت الفراغ، تاكد انك راح تشعر بكثير من الاحباط. انا اقول لك شيء، هو لا يدعو للتفاؤل او يعني ما هو وقود للتفاؤل، لكن هذا امر واقع. الواقع دائما يكون اذا كان في ارقام وفي حقائق شوي ضيق الخلق. خلنا ننسى المعارضه التقليديه السياسيه، وهذا موضوع دائما ما اتكلم فيه. خلنا نمشي على المشاكل العاديه الموجوده في المجتمع. هذه مشاكل بسبب سوء الاداره الان تغييرها قاعد يشتغل، راح تنفجر، واولها القضيه الاسلاميه. والقضيه اللي مستمره هي قضيه البدون. لا يمكن ان انت تعيش مرتاح وفي شعب تعبان. لا يمكن انك تعيش مرتاح وفي مواطنين معك او بشر تعبانين. هذه مو حاله انك تعيش في بلد بالطريقه هذه. قضيه اسلاميه، الجامعه ما قاعد تقبل وعندك الوظائف ما في. هذه النوعيه من المعارضه تتشكل في جيل لا مذهب ولا توجه سياسي ولا شيء. تنحل قضيته يسكت، ويبدو انه ما راح تنحل قضيته. لذلك الحكم في الكويت تاريخيا اذا حس بالعزله
يضطر ينفتح الحكم إذا كان يتعرض لضغط خارجي فهو يعيد انفتاحه مرة أخرى ويكيف نفسه ويطور نفسه. ولا في أكثر من مثال قضية تأميم النفط في الكويت، شلون مشى الموضوع هذا؟ راجع التاريخ القديم راح تكتشف أن السلطة كانت في عندها ضعف في مواجهة بريطانيا بروحها والشركات النفطية، فتحت على مجلس الأمة، ومجلس الأمة أوردي كان متبني هالقضية هذه، تحققت هذه المعجزة وقدرنا نأمن ثروتنا النفطية. السلطة عارفة تماماً من حلفائها ومن اللي معاها، وعارفة جيمة كل واحد فيهم، بس اللي عارضوها اللي قالوا لها احنا مشاركين في الانتخابات، كل واحد فيهم ممثل مشروعية بالنسبة لها، هي بحاجتهم، بس مو اليوم. اليوم هي منتشية فرحانة وسعيدة بقوتها، لأنها بكل بساطة أول كانت تلجأ لفئات ضد فئة أو فئة ضد فئة، اليوم قاعد تلجأ للقوات المسلحة، هي مستندعة القوات المسلحة وتعرف من اللي معاها ومن اللي منتفع منها، وعارف أن هذول راح ينفضون عنها ومسرع ما راح يقلبون عليها، لكن الناس المخلصين اللي متمسكين بالدستور هم اللي متمسكين في المادة الرابعة. لكن مع الأسف هذه نشوة الانتصار ونشوة تخلونا نشتغل بسرعة ونضبط أمورنا بسرعة قبل لا يحكم الدستورية. هذا هو اللي حاصل، النفس في الحراك السياسي قصير، والحراك أو خلينا نقول التحرك داخل السلطة، في ناس قاعدة تشوف أن الوقت خلاص قرب يخلص، فتحاول تثبت الأوضاع على قد ما تقدر. آخر نقطة بس في موضوع الحضور، إذا ما اعترفنا في الموضوع هذا ما في داعي نتكلم. من اللي عطى أهمية كبيرة حق الرقم؟ إحنا حضر 100,000، حضر 70,000، وصلنا الحين خبر يقول وصل 100,000، في المقابل 7 أو 8 أشخاص يروحون يقابلون المسؤولين في الدورة، تنعفس البلد فوق تحت وتتغير قوانين. ليش هالسبعة أو هالثمانية أو هالعشرة يوازون هال100,000 70,000؟ لأن ذيلا عرفوا يشتغلون صح. إحنا ركزنا على الرقم ونسينا شلون الناس هذيت. دراسة نفسية، أنتوا تعرفون الكويتيين عدل، كويتيين مو سياسيين على طول، كويتيين يمارسون العمل السياسي في وقت الفراغ أو يمارسون العمل السياسي يوم الانتخابات. من كذي تستغربون من النتائج، فلان وعلان لا سووا ندوة ولا تحركوا ولا سووا شيء، وما عندهم غير مقال أو يطلع بالتلفزيون يأذي العالم بالليل، وفجأة 7,000 8,000 9,000. شلون الناس تدري؟ ما هي محتاجة تطلع، الناس معاك. لا تقيس الحضور إنه فشل أو نجاح، قيسه في التنوع. إذا في تنوع أنت قدرت تنجح. يا ريت نبذل هالطاقة التدميرية اللي قاعد ندمر فيها بعض، يا ريت نبذلها في ضم حسن جوهر معنا. حسن جوهر اللي ضحى بتاريخه السياسي كله، لو تجيبه وتخليه معاك يعطي حراكك وزن، وانت اوريدي تمثل وزن، فزين ان نصير اثقل واقوى في مواجهه الناس اللي ما ترحمك. انا ما ابي اضيق خلقك، بس اذا 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 كتب لهذا الوضع ان يستمر، وان شاء الله ما يستمر، ترى موضوع التعديلات الدستوريه اللي تخلق لك مجلس شورى ما في اسهل منها، ولا في اسهل من الواحد يرجع لورا. ترى في دساتير موجوده في تجارب دول قريبه يمنا، اليوم قاعد اقرا دراسه مقارنه، مو داخلين على تخصصك دكتور بس ما يخالف ساعات نقرا احنا في الامور القانونيه، اذا قدم طلب استجواب لاحد الوزراء فتفتق لذهن احد مجموعه من انصار الحكومه، قالوا هو مطلوب عشان استجواب وزير 5 يقدمون طلب استجواب. خلونا نصوت من حيث المبدأ على أننا نستجوبه ولا لا، انتهى الموضوع، راح الاستجواب. زين حقي أن أنا استجوب، أنت اليوم يتلك ملامح بسيطة أن تعالوا خلنا نتكلم بالقرعة،
يعني انا الحين تكلمت اكثر من النائب داخل المجلس، يمكن ما يدور، انا وايد محظوظ قدرت اتكلم. النائب في مجلس الامه مثل الامه، تعال خلينا نسوي قرعه عشان نتكلم. فاللي جايك اذا احنا بنظل ضعاف بالشكل هذا او نقعد نضعف روحنا، اذا بنقعد نحط دائما ارقام نربط فيها نجاحنا او فشلنا، تاكد ان النتيجه ما راح تكون جيده. ان شاء الله ان شاء الله الوضع ما يستمر بالطريقه هذه. الكويت بلد خير، واهلها خيرين وطيبين، والله دائما معاهم. وتاكد ان اللي تجبر عليهم لا حوبه، تمام، وربك ما يطق بعصا. شكرا.